اهلا بيكم في فيديو جديد من 5 minute practice. معكم خالد محي الدين، والنهارده هنتكلم عن المين. اول حاجه في الاستيميتس اوف لوكيشن، الاستيميتس اوف لوكيشن دي باينه من اسمها ان هي حاجات بنستخدمها علشان نقدر نفهم اللوكيشن بتاع الداتا بتاعتي عامل ازاي، موجود فين، حاجات زي كده. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم مع الوقت. يلا بينا نجرب. بص يا سيدي، المين ده هو عبارة عن الافريج، الافريج اللي هو المتوسط، متوسط البيانات اللي عندي. يعني ايه المتوسط؟ يعني انا مثلا عندي شركة، والشركة دي فيها مثلا وليكن 5 موظفين، فالخمس موظفين دولت، عارف انت لما بتبقى بالبلدي كده بتقول ايه، ده انا عندي الموظفين بيقبضوا بتاع 3000 جنيه. بس هل هم كلهم بيقبضوا 3000 جنيه؟ لا، ممكن تلاقي حد مثلا بيقبض 2000، ممكن حد بيقبض 3، ممكن حد بيقبض 4. فبتقول كده بشكل عشوائي كده اللي هو ايه، دول بيقبضوا اللي هو ايه في رينج ال 3000 جنيه. فلما بتقول 3000 جنيه ده كده ايه اللي هو متوسط المرتبات عندي كام؟ انا متوسط المرتبات عندي 3000، والله ممكن يزيدوا شويه ممكن يقلوا شويه، ده بالحب كده. طيب ايه بقى اللي مش بالحب؟ المين انك تحسبه، وليه معادله وحسبه بسيطه جدا، وهي مجموع الارقام اللي عندي او الاوبزرفيشنز اللي عندي على عددهم. يعني انا لو عندي 3 موظفين وواحد بيقبض 2000، واحد بيبقى 3، واحد بيبقى 4، فتجمع الاثنين والثلاثة والاربعة مجموعهم 9 على عددهم اللي هم 3، يبقى 9 على 3 فيها 3. ففي الحالة دي تقول ايه، انا مرتبات عندي متوسط المرتبات عندي 3000 جنيه. قال لا، طب ما المين ده حلو قوي، نقدر نستفيد بيه ازاي؟ لما يكون عندك بقى الافات من الاوبزرفيشنز، ارقام كتير جدا، عندك موظفين مثلا وليكن 1000 موظف، كل واحد فيهم بيقبض ارقام مختلفة تماما عن التاني، هتقدر كده بالحب كده تطلع انا والله متوسط المرتبات عندي كام؟ مش هتعرف. في الحالة دي بنلجأ لحساب المين اللي هو مجموع الأرقام دي كلها على عددها. بشكل علمي أكتر زي ما الكتاب بيقول، نقدر نقول إن المين ده هو بيقدر يقول لك تقريبا فين السنتر بتاع الديتا. لو عندك ديتا كتير جدا قصادك كده، فالسنتر بتاعها فين؟ فين متوسط الديتا؟ فين النص بتاعها؟ المنطقة اللي في النص كده فين؟ ولكن الحلو ما يكملش. المين عنده عيبين خطيرين جدا. أول حاجة إن هو بيتأثر جدا لو الديتا سكيود، زي الشكل اللي قدامك ده مثلا. أنا عندي تحت المرتبات كلها مكتوبة قدامي من الأصغر للأكبر، وكل ما المرتبات، والمرتبات القليلة عدد الناس اللي بتقبضها كتير. يعني عندك اللي بيقبض 20000 دولار كتير، اللي بيقبض 25 كتير، اللي بيقبض 30 كتير، انما اللي بيقبض مثلا 80 لا قليلين، اللي بيقبض 90، اللي بيقبض 100، اللي بيقبض 110 قليلين جدا. فهنا ما تقدرش تقول ان المين هيدي لك رقم دقيق، في تكرار كتير قوي، الفريكوينسي عاليه جدا مع المرتبات القليله، الموظفين اللي بيقبضوا كتير جدا، انما الموظفين اللي بيقبضوا كتير قليلين جدا. فبالتالي هنا صعب تقول انا متوسط المرتبات عندي كذا، لان اصلا انت الداتا مش بالانسد، مفيش بالانس في الداتا. اللي ينفعنا في المنطقه دي يبقى ايه؟ الميديان، وهنعرفه في فيديو تاني. طيب دي كانت اول نقطه ضعف للمين. طب النقطه الضعف التانيه ايه هي؟ قال لك بكل بساطه ان هو ضعيف جدا ضد الاوتلايرز، الاوتلايرز بيموتوه. تقول لي يعني ايه اوتلايرز؟ الاوتلايرز دي هي حاجه كده ايرور في الداتا. يعني ايه ايرور في الداتا؟ يعني مثلا عندي موظف بيقبض، يعني كلهم بيقبضوا في رينج من 20 ل 50 الف مثلا، ده رينج المرتبات بتاعي، ولقيت واحد في البيانات دي كلها مكتوب بيقبض 100 الف. قال له ده كده ايرور، ده في حاجه غلط، ممكن يكون اتكتبت غلط، وممكن يكون الموظف ده استثنائي بشكل رهيب. انا رينج المرتبات عندي من 20 ل 50، مفيش ولا اقل ولا اكتر من 50 ولا اقل من 20. ابو 100 الف ده جه منين؟ ده يعمل لي مشكله في الداتا، في حاجه غلط. او مثلا انت مثلا بتقرا سرعه الرياح، او بتقرا درجه الحراره من سنسور مثلا. عندك الاوضه، احنا قاعدين في اوضه عايزين نعرف درجه حرارتها، السنسور بتاعنا بيقيس مثلا من 15 ل 25، هو دي درجات الحراره بتاعت الاوضه، عمرها ما بتزيد فوق ال 25 وعمرها ما بتقل تحت ال 15. تقول لي حلو، امال ايه المشكله؟ افرض بقى لقيت قرايه عندك طالع لك مثلا 40، يا نهار ابيض، ده في مشكله كده يا جدعان، الاوضه مش هينفع درجه حرارتها توصل 40. فده كده بنسميه اوتلاير، حاجه واحده او اثنين او خمسه او 10 صغيرين، يعني جزء بسيط جدا من الديتا، بسيط جدا بس يخرب لي الدنيا. فالمين في الحاله دي بيبقى ضعيف. تمام، تعال بقى في الفيديو الجاي نفهم حاجه تانية اسمها الويتد مين قبل ما ندخل على الميديان. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تسيب لي كومنت برايك او تشير معايا افكارك، واعمل شير لو الفيديو عجبك. سلام.